مشاهدي جريدة راد نيوز في كل مكان، أهلا بكم. من منزل عائلة المناضل الفقيد إبراهيم صيكا نحييكم في مدينة قلميم. قضية هذا الشاب التي أصبحت حديث العام والخاصة هنا في مدينة قلميم وأيضا في العديد من المدن الصحراوية وأيضا في بقية المناطق كإحدى القضايا التي يعني أثارت الكثير من التساؤلات عن يعني حدود ويعني دولة الحق والقانون وعن حقوق الإنسان. فبداية لا بد أن نقدم تعازينا لعائلة إبراهيم صيكا ولكل يعني ولقبيلته ولكل أفراد عائلته وأشقائه ولوالدته. قبلت والدته السيدة عائشة الحديث إلى جريدة راد نيوز ومن خلالكم أيضا نقدم لها التعازي. أهلا بك سيدتي. إذا كان ممكن بغينا نعرف يعني شنو وقع هذاك النهار، يعني نهار اعتقال المرحوم إبراهيم. نهار اعتقاله مراقب معجي 5 ونص. إبراهيم دا أشياء دايرين، هم بغاو يديروا وقفة وشدوه سابق ما تتم هاد الوقفة هادي قاع، والجيران واقفين قالوا راه هاد الدري ما كاين لا تقبلوه وردوه للدار. عنده سوارت، فتحوا السوارت، حنا ناعسين من زلنا. ها هما العويات في الدار قوة كثيرة، هذا دخلوا. بحرت انا اش درت وليدي يقول لي انا ما درت شيء. انت اش درت ولدي؟ انا ما درت شيء. هما سولتهم اش دار هاد الدري، قال لي واحد منهم ولدك عامر ذنوب. تعرفيهم إلا شفتيهم؟ إلا شفتهم نعرفهم. وياسرين فيهم ياسرين، هما يا وراه باطيون ماشي غير تقريبا كم تقريبا، ونقول لك شي 30 فرض والزنقه ملانه وقمعوا الناس في ديورهم. هما اللي كلها يقول له سد دخل، راه حتى الزنقه راه ملئ من 3. المهم طلب بغيت غير نعطيها شويه ديال الماء والسكر يشربوا مع الدري، ما خلوني فين نزوز له. مع يجي يتكلم الدري يقمعوهم اللي كلها ويدكمروا كلها وين يشتفوا فين هو بيتها. طلب الدري اش كيقول؟ كيقول ليهم انا اعطوني غير تقرير ترخيص من وكيل الملك باش تقتحموا هذا البيت، اعطوني ترخيص من وكيل الملك. ما كاين ما يجاوبوا حتى شي واحد، ما يقول له حتى شي واحد شي حاجه. اسكت انت مازلت تتكلم، اشتفوا هذا انت مازلت تتكلم. انا ما عرفت هذا الدري خبطوه هذيك الساعه، خبطوه اياه، خبطوه نازف من خنافرو اياه من فما جاو الدري. الدري الثاني حتى هو دخلوا البيت وجبروه ناعس، كبلوه من ايدو. جيت انا قلت لهم هذا الدري هذا خلوه عنكم، قال لي كيتخلع هذا كيتخلع. المهم قضوا الكراج، جبروا الطوموبيل، فتحوا ملي هنظر فيا ملي قال لي يا ري هذا الطوموبيل. قلت له هذا الطوموبيل، هو ما عنده لا طوموبيل لا حتى شي حاجه. قال لي يا ري الورق تاع امشي. جبت له الورق ديال الطوموبيل، شاف الورق تاع الطوموبيل، قال لي يا هادو ماشي ديال البنت، وهم ساليين كاع. قلت لهم ساليه كاع حتى هي. المهم قال لي فين هي البنت؟ واش قلت له انت انا تشوف لي مع الدري؟ انا كنسولك على الدري اش دار هاد الدري، وانت كتسول لي على البنت مولي اش دارت هاد البنت؟ ما كاين البنت. وانا ما عرفت، امر الله وامر القانون، انا تحت امر القانون. انت بالنسبه لك يعني المرحوم تعرض للتعذيب؟ المرحوم فمو قالها لي، مشيت ضربته في السجن بذكارن. قال لي قلت لها وليدي انت يا واش هاد البوليسي اللي دايرين لك ضربت؟ واش انت ضربت البوليسي؟ قال لي يا امي انا راني ما ضربت حتى بوليسي، انا راني هما اللي ضربوني وهما اللي عذبوني وفتحوا لي قضوني من سطافيت لسطافيت وقعدوا يضربوني. واش ندير شي لقطه؟ انا درت ليدي هاك حطيتهم في التراب وخليت هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب. في السجن داروا لي في الكوميساريه داروا لي باند على عيني وكيبطوني، وكان عرف المخالفات ديال المشي ديالهم، كيمشي هذا ويجي هذا على كم من واحد غير تبادلوا يعني جاوا شفتوا عليه هذا يمشي هذا، ولكن انا قال ماني شايفهم ولكن المشي متخالف هذاك باش اللي انا فهمت قال عن المشي تاعهم متخالف يمشي هذا قال ويجي هذا.
ولكن انت منين التقيتي معاه؟ يعني ظهرت لك اثار التعذيب علي؟ ظاهر عليها التعذيب، فيه ضربه في الراس وفيه ضربه فيه ضربه هنا تجينين، والليله عاد شي حاجه في شعره وانا ما قلبت من هنا تجينين، انا ما شفت شيء، ولكن عنده الضربه هنا تجينين في الراس، والقميجه ديالو فيها الدم، والدري غير شاد راسه هنا تجينين ايدو، ما حطت على هاد البلاصه اللي هنا راه ما حطت عليها ايدو، فوقتنا معاها غير شوية. أنا قال من يقدنو تقريبا كم من فترة خلاوك معاها؟ كم من هما ما قالوا لك بغيت تبقى معاها كم من، ولكن هو اللي ما قد، هو اللي ما قد يقعد، وجبرناه كيف ندخل من هذاك المستشفى تاع بذكر، قال لنا راه ولدكم بحر دخل من السبيطار. إضراب عن طعام عدل، هو إضراب عن طعام تقريبا كم فوت هو مضرب عن طعام؟ انا ما عرفت كم من يوم مضرب عن الطعام، من نهار شدوا هما من نهار شدوا، رد على هاد التعسف اللي داروا له، دار لي ضرب عن الطعام، ولكن رد عن هاد طلبته، قلت له باش توكل، قال لي انا ما خليني ماني واكل، انا ما عرفت الله اعلم، انا ما نقول شي حاجه، قال لي خلي لي الماء، انا الماء قال لي اديت الماكله وعطيتها غير الناس في سبيل الله، تما قال لي انا يا خلي غير الماء. ياسر من الناس يتكلموا ويقولوا ياسر من الإشاعات عن يعني سبب يعني توقيفه ولا اعتقاله، في نظرك انت شنو هي الأسباب؟ معنى سببه هو كيطلب الشغل، هو كيطالب حق الشغل، داك الشيء اللي يبغى ولدي، أنا يبغى حق الشغل تاعه اللي هو اللي يتكلم عليه. ما الثانية اللي يحاولوا يلصقوا له باغين اللي ورم لفقوها داروها، هذا البوليس يبطه هو، هذا الشيء كامل اللي داروا له عدله هو، ما كاين شيء من هذا الشيء، انفصال ما هو كاين وله خالق، احنا مغاربة، وهذا كله ما عدنا مغاربة، عاطينا هذا لكارت لاش احنا مغاربة ابن عن جد، ابا خدام المقاومة الاستعمار الفرنسي الاستعمار الاسباني المسيرة جيش الملكي، هذا كاملين كل شيء تواريخه وورقه كامل كايني. والده متوفي، والده متوفي ورباهم في الفقر، وما وحنا الفقر ما هو هو اللي دارنا، احنا ينعيش ومازال، ولكن الكرامة ولدي انهانت بهذا الشكل. انا بغيت شنو بغيتي؟ شنو طلب باغيه الا ينحكموا دوك العدل فيه، هذا هو اللي انا يعني التحقيق نزيه تحقيق نزيه، ما فيه، هو اللي باغي، هو اللي ليش في غليل تعدوا عليه وكرفصوا عائلته مرضى وكرفصوا هو، وانا بغيتهم ينحاكموا، ودايرين شكل شي ما هو كاين عليه في الدواصهم كامله، وراهم شوي عارفين ويقراوا دوك الدواصه كامله ويشوفوا واش فيهم، داك شي ما كاين لا بوليسي لا بهم واحد مدرق عن واحد وشي شاهد عنش، وحنا عاش الملك وحنا تحت امر الواقع والقانون فوق هنا طبعا جميعا. قالوا بانه خالقين ياسر من الوساطات اللي يعني تحاول تطوي ذا المشكل وتفرض عليكم انكم تسلموا الجثة سابق ما يخلق تحقيق نزيه في الموضوع. انا يا ناني لهين نقبل بدون ما تحقق حلم هاد الدري هذا يتحكموا هادو ويتساد الملف، ولا المهم انا يا هادو دون ما تحاكموا هادو هذاك الملف يبقى مفتوح وحتى الجثه ما تسلميها وما نسلم هادي، نعرف يحكموا ليا انا هاد متابعه نزيه، هذاك الشيء اللي بغيت انا. جاتكم ياسر من الاطراف تحاول تتوسط؟ جاونا شحال من الاطراف يتوسطوا، ولكن انا يا عرضوا عليكم مقابل عرضوا مقابل، انا يا ما قبلت، رفعت ولدي ما ينبع، دمه غالي عليا، ماني ليه نبيع ولدي دمه، ماني ليه نبيعه، ما يتبع ما يتشرى، ولكن هادوك الناس اللي داروا في ولدي هاد الحالة، ولدي صحيح ما بيشي وشافوا شدوا الدراري معاه وشدوه هو تكرفصوا عليه ومستهدف، ولدي مستهدف، وانا براسي جاني واحد منهم وشد رقم داري من سابق، هو من سابق ما ينشد ولدي،
جاني واحد منهم وشد رقم داري وقال لي حلف فيا وقال لي النهار اللي يديروا له الحركه جي حظي. اشني هي معنات هذا؟ هذا جاك هون في الزنقه. جاني هنا جاب لي واحد الاستدعاء ديال نسيبي، قلت لها انا ما نشد الاستدعاء ديال شي حد ماشي ديالي، شكون علموني؟ مشيت بغيت نجيب وثيقه ديال ولدي، قال لي يا ما نسلموك شي وثيقه، كلها يجي لوثيقته. حتى انا من اللي جابوا لي هذيك الوثيقه ديال هذا قلت لها انا ما نسلمها، ورجع باسمها شد النمره ديال الدار وقال لي نهار اللي يديروا له بحال هكا جي حظي. يعني ولدي مستهدف، يعني ولدي مستهدف ما كاين، وهو ما يطالبش، وانا نطالب شيء سميته حق في الحياه، شيء اسمه حق في الحياه، وكلها كيطالب به وانا نطالب به لولدي اليوم، وما نسمح في حقه. وعاش الملك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. إذن كما شاهدنا السيدة عائشة أم المرحوم المناضل إبراهيم صيكا تطالب فقط بتطبيق القانون على الجميع، وعلى هذه الرسالة أن تصل إلى الجميع، إلى كل أولئك الذين يعني يتشدقون بكل شعارات دولة الحق والقانون، عليهم أن يبرهنوا من خلال هذه القضية على أن هذه الشعارات هي أيضا يعني على أرض الواقع، ويمكن أن يكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون. شكرا على المتابعة.